السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد البابلي ودرس جديد من دروس الموشن جرافيك. جالنا رسالة على صفحتنا في الفيسبوك من إحدى الصديقات المتابعات للصفحة، بتقول ممكن تشرح لنا إزاي بيتم تركيب البلاجن ده؟ وطبعا لأن دايما بنستجيب لرغباتكم قررنا إن احنا نشرح البلاجن ده بالتفصيل النهاردة. البلاجن ده اسمه بلاجن أتوم، عبارة عن حركات احترافية للنصوص، أكتر من 700 حركة، وكمان أفضل من الحركات اللي بتنزل جاهزة مع الافتر افكت اللي بتلاقيها في تبويب افكتس اند بريسيتس، وانا نزلته لكم في الوصف. تقدر ان انت تضغط على الرابط علشان تبدا تنزيله دلوقتي وتبدا معايا تثبيته على جهازك عشان تعرف ازاي بتستفيد منه. خليكم على نهايه الدرس وتابعونا. بعد ما بتنزل الملف بتاعك بتلاقيه بشكل مضغوط بالشكل ده، وبعد ما بتفك عنه الضغط هتلاقيه عندك بالشكل ده. المجلد عبارة عن مجلدين بالداخل، وفي مستند نصي اسمه توتوريال، بتاخد منه المسار ده كوبي، وبعدين تروح على ماي كمبيوتر وتقف على الادريس بار، وبعدين كليك يمين، وبعدين بيست، تضغط انتر علشان يوديك على المجلد ده، او تقدر بنفسك ان انت تروح على سي بروجرام فايلز كومن فايلز Adobe CEP Extensions علشان تنسخ فيه مجلد التثبيت. بعد كده هنقفل المجلد النصي ونروح على أول مجلد اللي هو Atom Plugin. هناخد الأتوم ده كوبي، وبعدين نروح على المجلد اللي احنا فتحناه نعمل بيست. تمام، بعد ما بيتنقل بتقفل المجلد ده، وبعدين ترجع على الريجستري كي ده، تضغط عليه دبل كليك، وبعدين تضغط يس، وبعدين اوكي. تمام كده بيكون السكريبت او البلجن ده اتسطب عندك على الافتر افكت. لو الافتر افكت بتاعك مفتوح لازم تقفله وبعدين ترجع تفتحه تاني. بعد كده بتروح على قائمه ويندو، بعدين بتروح على اكستنشنز، بتلاقي عندك البلجن اتركب وموجود عندك في قائمه اكستنشنز. اول ما بتفتحه بيظهر لك نافذه بالشكل ده، بتبدا ان هي تحمل، بيظهر لك بالشكل ده. تمام، بتضغط على أول اختيار، وبعد كده بتروح على نفس المجلد اللي انت نزلته اللي موجود في الديسكريبشن، بتروح على المجلد التاني بتاعنا اللي هو Presets، تفتحه وتفتح Text Animation Presets، وتختار الملف ده وتعمل له Open. بيجي لك رسالة موافق، بتضغط OK، وبعد كده بتشوف ان هو بدأ التحميل، وبيكون معاك البلوجين جاهز بالشكل ده. طبعا تقدر ان انت تنقله في اي لوحة من اللوحات بتاعتك لو انت حابب، او تقدر ان انت تخليه بشكل عائم لو انت عملت له انلوك زي ما احنا شايفين كده. تمام، ايه لازمة البلاجن ده وازاي اقدر استخدمه؟ خلينا نبدأ في شرحه مباشرة. احيانا بنشوف في اعمال الموشن الاحترافية حركات للنصوص بتكون ممتازة جدا، وبتفرق قوي مع العمل بتاعك وبترفع مستواه. فالسكريبت ده او البلاجن ده هو ده وظيفته، ان هي تديك حركات احترافيه للنصوص. بمعنى لو انا مثلا عندي كومبوزيشن زي كده، وعندي اي كلمه سواء بالعربي او بالانجليش، خليني اكتب اي حاجه، ولتكن مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، لما اكون عايز استعمل السكريبت ده ببساطه، لو وقفت على أي مربع من دول هلاقي الكتابة بتتحرك. هنا هو بيستعرض لك حركة الكتابة بعكس الأفتر إفكت في الإفكتس أند بريسيتس. لما تدخل على أنيميشن وبعدين تختار تكست، وبعدين تحاول إن أنت تجيب أي حركة للكتابة، مش هتقدر إن أنت تشوفها غير بعد ما تطبقها. فكنا بنضطر إن احنا نطبق الحركات الأول على الكتابة علشان نشوفها عاملة إزاي. لكن في السكريبت هنا عامل لك شاشة لكل كتابة علشان تشوف حركة الكتابة بتاعتك عاملة ازاي. مش بس كده، تقدر انت تكبر المربعات دي علشان تشوف الحركات بشكل اكبر وبشكل اوضح، علشان تشوفها عندك بالشكل ده. تمام، في اكتر من 700 حركة، هتلاقي هنا في اكتر من تبويب: بيزك شارب، بيزك سموز، بروبرتس، كودينج، الكلمة الصعبة دي، وبعدين استاتيك، وبعدين سبيشال. كل
كل واحدة من دول لو مثلا فتحنا بيزك هنلاقي فيه تبويب تاني اسمه كاركتر. كاركترز اللي هي لو انت عايز تحرك كل حرف على حدة، لاحظ هنا الحروف نفسها هي اللي بتدخل واحد ورا التاني، لكن ووردز هنا الكلمات بتدخل دفعة واحدة، لاينز الجمل بتدخل دفعة واحدة، فانت بتختار اللي يناسبك وبعد كده بتبدأ ان انت تطبق الحركة بتاعتك. ازاي بطبق الحركة؟ هتلاقي هنا في ثلاث ايقونات تحت كل حركة. الميزة هنا برضو اللي مش موجودة في الافكتس اند بريسيتس ان هنا بتلاقي ان للحركة، يعني دخول للكتابة. نفترض ان انا هطبق على اول مربع ده، فلو ضغطت ان وانا محدد طبقة التكست بتاعتك، يعني خلينا نصغر ده شوية كده، نحدد طبقة التكست اولا وبعدين تضغط على ان، لاحظ هنا ظهر لي مؤشر بيقول لي في ان والكتابة اختفت. ليه الكتابة اختفت؟ لان لسه الحركة ما ظهرتش. اول ما اضغط على بلاي او بضغط على زيرو من النملوك بتبدأ الحركة تشتغل معي. تمام. طبعا الميزة كمان اللي موجودة هنا ان انت تقدر تعمل اوت للحركة زي ما الكتابة دخلت وبدأت تظهر، ممكن على نفس الطبقة تعمل لها اوت من هنا من الزر التاني. لاحظ لو ضغط ظهر لي هنا ماركر اسمها اوت، لو لاحظت هتلاقي الكتابة بتاعتنا بتظهر وبعد كده بتستقر شوية وعند كلمة اوت بتبدأ ان هي تختفي تاني. تمام. طيب نفترض ان انا عايز يعني اغير الحركة دي بسهولة، انا ممكن اضغط كنترول زد، لكن انت ممكن في مشروعك تكون عملت حركات تانية كتير او حاجات تانية كتير ما ينفعش تضغط كنترول زد، وبالتالي بس عايز تشيل الان او الاوت. الميزة برضو اللي في البلاجن ده ان فيه هنا اعدادات تقدر ان انت تروح لها، هتلاقي كلمة ان او الحركات اللي انت اضفتها في الان وفي الاوت، تقدر ان انت تضغط بكل بساطة على الاكس دي علشان خاطر تشيل الان او الاوت او اي حركة انت اضفتها. ببساطة هضغط كده، لاحظ ان الان اتشالت وهنا الاوت بس هي الموجودة، والحركة بتاعت الكتابة فضلت زي ما هي والاوت بس هي اللي شغالة. لاحظ. طيب لو عايز اشيل الاوت دي ببساطة برضو بضغط على الاكس. تمام. لو عايز ترجع لحركات النصوص تاني ببساطة بتضغط على التبويب المناسب ليك. طيب ايه بقى الايقونة اللي في النص دي؟ الايقونة اللي في النص دي بتحط لك حركة في نص اللير بتاعة الكتابة او التكست فيها ان وفيها اوت. لاحظ لو انا ضغطت عليها كده الان والاوت انضافوا مع بعض في نص اللير بتاعة الكتابة. يعني لو جيت اعمل بريفيو دلوقتي هتلاقي الكتابة بتظهر وبعدين بعد كده بتعمل اوت. طيب طبعا احنا قلنا هنا تقدر ان انت تكنسل مثلا الاوت وانت محتاج الان بس. لو لاحظنا هنلاقي ان السكريبت طبعا لانه بيشتغل على اللغة الانجليزية بس او معظم حروف العالم بتتكتب من الشمال لليمين، فهو بيطبق الحركة من الشمال لليمين، لكن احنا كعرب عايزين الحركة من اليمين للشمال. في ناس كتير بتحتار في الموضوع ده، حتى في الافكتس اند بريسيتس العادية مش بتعرف تعملها. النهاردة هنقول لكم ازاي بنخلي الحركة من اليمين للشمال. ببساطة انا دلوقتي في الان، لا انا هحذف الان كمان. تمام. تبقى الحركة عادية ما عنديش اي حركة على التكست، واختار الاوت. تمام. اختار اوت. طيب انا مش عايز الاوت، انا عايز الان، ما هو علشان نعكس الحركة لازم نختار اوت. تمام. بعد ما تختار اوت بتروح على السهم ده وتفتح تكست، وبعدين تلاقي هنا الاكستنشن. مش هتلاقي حركات جوه التكست لير خالص، هتلاقي البلوجن حاطط لك خاصية جديدة اسمها اتوم انيميتور. هتفتحها وتفتح اتوم سيلكتور وبعدين تفتح ادفانسد. لاحظ معايا تاني، انا فتحت التكست وبعدين فتحت الانيميتور وبعدين فتحت الادفانسد. جوه الادفانسد هتلاقي كلمة مود، هتلاقي كلمة اد دي خليها تاني واحدة اللي هي سبتراكت. دلوقتي لو لاحظت لو جينا نشغل مثلا الكتابة طبعا هتبدأ من عند الاوت، فلازم بعد كلمة اوت هتبدأ ان هي تظهر. لاحظ هنا الكتابة ظهرت دخول زي ما انت شايف، الباء من الاول وبعدين السين وبعدين الميم وهكذا، الكتابة ظهرت من اليمين للشمال. طبعا تقدر بعد كده تسحب الطبقة وتكبرها او زي ما انت عايز بحيث ان هي تبدأ معاك من اول اللير بتاعتك. تمام. ده كان طريقة تغيير الكتابة من الشمال لليمين. في ايه تاني في البلاجن ده نقدر نشرحه؟ في حاجة اسمها ميكس. يعني ايه ميكس؟ يعني
ممكن تركب حركتين ان فوق بعض او حركتين اوت فوق بعض. خلينا نعمل كنترول زد علشان ارجع الطبقة زي ما كانت كده من غير اي كتابات. نفترض مثلا ان دلوقتي هروح على البيزك دي، وبعدين كاركتر مثلا انا هاخد اول حركة فيها اركبها، بقى عندي هنا الحركة. طبعا بمجرد ان انت تغير مكان الماركر ده بتتغير سرعة الكتابة. بمعنى ايه؟ يعني لو مثلا جيت حركت دلوقتي تلاقي كتابة سريعة، لا انا عايزها بطيئة شوية. طبعا مفيش كي فريمز، لو ضغطت هنا على حرف اليو مش هتلاقي اي حركات بتظهر معاك، مفيش اي كي فريمز. فازاي اتحكم في سرعة الكتابة؟ بمجرد بس ان انا اسحب الماركر ده لورا كده، فبالتالي انا بطأت الكتابة شوية كأنه كي فريم. تمام، عايز اسرعها بتقرب الماركر مش الطبقة زي كده مثلا، هخليه يشتغل في نص ثانية بس، لاحظ الكتابة بقت سريعة جدا. طيب ازاي بقى اركب حركتين فوق بعض؟ انا دلوقتي ركبت حركة خلاص، عايز تروح تشوفها تضغط هنا على الاعدادات هتلاقيها موجودة اللي هي هنا. لو رحت على تبويب تاني مثلا، خلينا نشوف اللي هو ستاتيك ده، لاحظ الكتابة بتعمل ازاي بتلف. هو انا لو ركبت اتنين فوق بعض مش هيبانوا قوي لان الكتابة دي سريعة جدا، فخليني ابطأ الاول وبعد كده اروح على الميكس ده اقول له enable mix mode، وبعدين اختار الحركة التانية. لو جيت هنا في الاعدادات هتلاقي الحركتين اتركبوا الاتنين ان. طب ما تيجي نشغل ونشوف، لاحظ لاحظ. تمام، تقدر بقى ان انت تركب حركتين فوق بعض زي ما انت عايز، اذا كانوا ان او اوت او اي حاجة اللي تحبه. تمام، ايه تاني عندنا في السكريبت بتاعنا النهارده؟ خلينا نعمل كنترول زد وارجع الكتابه زي ما كانت. تقدر ان انت تفضل حركات، يعني مش كل مره تروح على بروبرتس مثلا انا عجبني الحركه دي فخلاص انا هروح ادور عليها، لا، مجرد ان انت تضغط على النجمه دي بتنضاف لقائمه الفيفوريت بتاعتك. اي حركه انت ضغطت على علامه النجمه بتاعتها بتنضاف على طول لقائمة الفيفوريت، بحيث ان انت تقدر ان انت تستخدمها بشكل جاهز وسريع بعد كده. اخر ايقونة معانا النهاردة اللي هي الشرح بتاعت السكريبت او البلاجن، تقدر ان انت من هنا تشوف الشروحات بتاعتهم اللي صنعوا البلاجن نفسه، وكمان من هنا تقدر ان انت تروح تشتري حركات تانية جديدة بتتجدد دوريا، كل مرة بيجددوا الحركات وتقدر تدخل تلاقي حركات اكتر من كده بكتير. الاتوم في منه كمان للبريمير والفوتوشوب، وفي بريسيتس جاهزه وفي اليمنتس جاهزه، في حاجات كتير ممكن تدخل على موقعهم وتشوف ايه اللي انت تقدر تشتريه من عندهم. انا النهارده جبت لكم بس البريسيتس بتاعت الكتابه بشكل جاهز، علشان لو حبيت ان انت تعمل اعمال موشن احترافيه تقدر ان انت تعملها بسهوله من هنا. مش هقول لكم اعملوا لايك او اشتركوا في القناه، يكفيني انكم تكونوا استفدتم من الدرس، وشكرا لكم، وكان معكم محمد البابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.